الشعور بالسعادة عند المرور أو التصوير في أماكن ظهرت في أفلام سينمائية هو ما دفع شروق مجدي الطالبة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى البحث عن الأماكن التي تم تصوير أشهر الأفلام السينمائية القديمة على أرضها بهدف تصويرها مرة أخرى. مشاهد السينما توثيق الزمكان عنوان أحد ملفات مجلة شباك 7 التي تدور فكرتها عن صناعة السينما، وهو مشروع تخرج لعشرة طلاب بقسم الصحافة وجد رواجاً كبيراً على صفحات التواصل الاجتماعي. اسم المشروع يرجع إلى أن السينما هي الفن السابع، فاشتراك شروق مع زملائها في الاهتمام بها ورغبتهم في تقديم شيء مختلف جعلهم يتناولونها كصناعة وليس مجرد فن، لتعريف المشاهد بأدوات هذه الصناعة وآليات إخراج كل مشهد من تصوير ومونتاج وغيرها. يحتوي المشروع على 6 أبواب سميت بأسماء الأفلام هي البوسطجي، ويتناول الأخبار الفنية ورجل مهم جدا ويهتم بما وراء الكاميرا من مونتاج وتصوير، والعالمي للحديث عن السينما العالمية، واشتباك الذي يتكلم عن الصراع سواء مع الرقابة أو منافسة الأفلام لبعضها، وبحب السيما وهو خاص بالحوارات مع مجموعة من الفنانين، وأخيرا باب سكوت هنصور الذي يهتم بالصور السينمائية والفوتوغرافية، وكان أحد موضوعاته الزمكان، بالإضافة سينما القاع وهو ملف خاص يتناول الأفلام التي نقلت الواقع كما هو دون تجميل. الزمكان إعداد شروق مجدي وتصوير طارق زكي الطالب بقسم الإذاعة والتلفزيون، وجاءت فكرته من تصوير الأفلام الأجنبية قديما عندما كانوا يعرضون أماكن تصوير الفيلم مع صورة للمكان في الواقع. إيمان شروق بأن السينما شيء جميل دفعها إلى تقديم ثقافة جديدة للناس يدركون من خلالها ما يحدث خلف الكاميرا ويكونون على وعي بكل ما يشاهدون، وتتمنى الاستمرار لمشروعهم شباك 7 بعد التخرج إذا وجدوا الدعم لفكرتهم، خاصة أن السوق المصرية تفتقر لهذا النوع من التخصص.